السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في 2021 هعمل إضافة حلوة قوي في الوول، ارسم وول عادي خالص هو. بس ممكن تيجي هنا في الوول وتنزل هنا هتلاقي الكروس سيكشن معمولة فيرتيكال، ممكن تخليها سلانتد. يعني ايه سلانتد؟ خلينا ناخد سيكشن وأقول له جو تو فيو بالشكل دوت، وهعلم عليها هنا وأقول له سلانتد، وأقول له خد زاوية مثلا خليها مثلا 11 بالشكل دوت، خليها مثلا 22، فالحيطة بتبقى مايلة بالشكل ده زي ما انت عايز. طيب في حاجة تانية بقى طلعت في 2022 لذيذة برضو، اللي هي لو انت جيت هنا هتلاقي حاجة اسمها تبر، تختارها هجيب لك رسالة خطأ. ايه الخطأ اللي هنا؟ لازم تدخل هنا في الايديت تايب، وتدخل في الايديت ويتعلم على الفاريبل اللي هو في الاستراكشر. يعني لو عندك اكتر من لير خليك في اللير دي، وهقول له اوكي. خلينا عندك مثلا لير تانية وخليها اب، تمام. مش لازم تخليها فاريبل. هنا بيقول لي ان انت لازم تديها سيكنس، تمام. طيب لو انا غيرت نوعها لتبر هلاقي وافق. طب ايه معناها؟ هتلاقي النقطتين دول ظهر لك. النقطتين دول معناها ايه؟ ان انا اقدر اغير خلي ده السمك بتاعه مختلف عن السمك اللي تحت، وهتلاقي الموضوع لذيذ خالص اهو، مفيش اي مشكله خالص. حتى ممكن نجرب مثلا ان انا اقول له من الوول ان انا عايز اضيف سويب، هيضيفه لك بدون اي مشكله خالص، واضيف ريفيل، وتعالى نشوف شكلهم هيبقى عامل ازاي في السكشن ده. شكلهم هو مظبوطين، حتى لو انت غيرت الميل في اي لحظه هيمشوا معاك بدون اي مشكله خالص.